We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Ladies and gentlemen, dear colleagues, أيها السادة والسيدات، طاب يومكم وطاب نهاركم. التقينا كي نتحدث عن دور المنصات الرقمية، والمتحدثين اليوم سوف يقودون إلى نتائج بناءة حول الاقتصاد الصديق للبيئة ودور المنصات الرقمية في مجال إنشاء فضاء سبراني آمن. لدينا العديد من المحاورين والمشاركين، سوف يكون لكل واحد منهم عدة دقائق للحديث. أود أن أقول لمستمعينا أن معنا سيمونيتا ساماروغا، رئيسة القسم السويسري لشؤون النقل والاقتصاد. معنا روبرتو فيولا، المدير العام للمديرية العامة. ميس ميشيل باشلي، the UN High Commissioner for Human Rights. Ms. Nayat Mala Majid, Special Representative of the Secretary General المديرية العام للمديرية عن شبكة الاتصالات والمحتوى التكنولوجي. ميشيل باشي، المفوضة للأمم المتحدة للسامية لحقوق الإنسان، وكذلك الشيدة كيوغونغ يو، وكذلك ماكسيم توريرو، كبير الاقتصاديين منظمة الأغذية والزراعة على الإنترنت. كذلك معنا السيد توفيق جلاسي، مساعد المدير العام للاتصالات والمعلومات من اليونسكو. كذلك سيتصل بنا السيد جوش بالمر، مدير قسم جلوبال بابليك بوليسي في الزوم، وسيدة ويندي هوي كونغ تشون، وهي رئيسة قسم الأبحاث من كندا، وهي صديقتي. وكذلك سيدة نايا داد، عضو مجلس الإدارة لفيسبوك سوبرفيجن بورد لاين. لماذا كل هؤلاء المتحدثين قرروا الانضمام إلى هذه الجلسة السامية الرفيعة المستوى التي تتم هنا في كاتوفيتسا؟ نحن هنا جميعا لأنك أنت وأنت هناك، ونحن جميعا نستحق الحياة والعمل والدراسة في بيئة آمنة وصديقة. وهذا يخص أيضا الحياة في الشبكة، وخاصة اليوم، لأن الجائحة جعلتنا نعيش في العمل والدراسة والحياة أونلاين. عندما نعيش وندرس ونعمل في الفضاء الافتراضي، فالوصول الحر للإنترنت وحرية التعبير والأمن والسلامة الشخصية والخصوصية، كل هذه المسائل تصبح من الحقوق الإلكترونية، والحقوق الإلكترونية هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان. عندما أتحدث بالطبع عن حقوق الإنسان، فأعني هنا المهاجرين الفقراء، هؤلاء في الحدود البيلاروسية البولندية الذين يتجمدون هناك في الحدود. أتمنى أن حكومتي والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة سوف تقوم بشيء ملموس وبسرعة لتغيير هذا المكان. وعندما أتحدث هنا عن انتهاك حقوق الإنسان، فأقصد أيضا انتهاك الحقوق الإلكترونية. وهنا أعني مثلا طالبة مصرية شابة التي ولمدة 22 شهرا
هذا الشخص ولمدة 22 شخص سجن بسبب وضع تعليق على الفيسبوك. وأفكر أيضا بجوليان أسانج الذي كان مضطهدا لسبب أنه أفصح عن جرائم حرب معينة. وأيضا ممثل سابق للأمم المتحدة وهو يخطر ببالي مندوب خاص قام بصياغة تقرير في حرية التعبير. وأقصد أيضا رافاديشي شابة وضعت في السجن أيضا ولمنعها حضور مؤتمر في غلاسكو. فأقصد أنا عالما رقميا يكثر فيه أشكال الافتراض، الاضطهاد، اضطهاد إعلاميات وصحفيات. هناك الكثير من أوجه العنف بحق الأطفال وكثرة الانتهاكات والاتجار بالبشر الذي يستغل الأدوات والأليات الرقمية. وعندما أفكر بكل هذا فيزيد رعبي. فأنا أعلم أن الجائحة جعلت العديد من الدول أن تبرر سوء طرق استخدام جمع البيانات بواسطة تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي. وقبل أن أطلب من روبرتو فيولا وهو المدير العام للمديرية العامة لشبكة الاتصالات والمحتوى والتكنولوجيا للمفوضية الأوروبية، قبل أن أطلب منه الكلام أود أن أشير إلى أن بعد وضع التدابير الأولى الخاصة بالإنصاف والشفافية في النشاط الاقتصادي أونلاين، طرحت المفوضية الأوروبية في ديسمبر كانون الأول 2020 مقترحة جديدة لإنشاء منصات إلكترونية، وهي عبارة عن حزمة جديدة للرامية لخلق فضاء رقمي آمن تحترم فيه النشاطات الاقتصادية بشكل منصف. أنا آسف على طريقة لفظي باللغة الإنجليزية. أنا إيطالي الجنسية، فليست اللغة الإنجليزية لغة الأم لدي، ولكن أرجو أن أكون قد عبرت عن نفسي وبوضوح. وأعطي الصوت لروبرتو فيولا. شكرا جزيلا. عندي أمل أنكم تسمعوني وتروني. نراك جيدا ونسمعك جيدا. هذه بالنسبة لي أشكركم على هذه الدعوة لهذا المحور في النقاش الذي يقصد الترتيب الجديد للعالم. آمل أن يكون في هذا العالم، أن يكون هذا العالم القصصي في الإنترنت وكأنه من الخيال، أنه منذ زمن لم يكن هناك إنترنت، ولا نود أن نعود إلى ذلك الزمن. هدفنا هو أن نضمن الديمقراطية في الفضاء الإنترنتي، وعلينا أن نحدد أسس واضحة تضع الإنسان هو الهدف الرئيس. يجب أن تكون حقوق الإنسان محترمة بشكل جيد، وأن حرية الإنسان هي المركز. هذا هو هدف هذا العقد الرقمي الجديد. عندما سنصل إلى عام 2030 يجب أن يكون هذا الفضاء فضاء ديمقراطي، نستطيع استخدام كل الثروات الإنترنتية بشكل واضح. هذه ليست فقط هي بيانات للكلام فقط، يجب أن تكون هذه الرؤية واضحة ومحققة. هناك قانون جديد في الاتحاد الأوروبي نسميه المرسوم التشريعي الخاص بالبيانات، وهو مرسوم تشريعي ينظم البيانات الموجودة
في الفضاء الإنترنتي الرقمي، وهو بشكل ما سوف يضمن أن الوصول وإتاحة المجال لهذه البيانات هناك نظم تحكمه وستسمح للسكان بوصول أسرع إلى تحليل هذه المعطيات والبيانات. هذا أداة تشريعية جديدة. أود هنا أن أذكر أن المرسوم التشريعي الذي يخص الذكاء الاصطناعي وأول قانون في هذا المجال لتنظيم الفضاء الرقمي هو مأخوذ بالاعتبار في هذا المرسوم التشريعي الذي ينظم الخدمات الرقمية، وأن هذا الفضاء يحترم حقوق الإنسان بشكل كامل. يجب أن نذكر هنا أن المنصات الرقمية مثل وسائل التواصل الاجتماعي والكشافات الإنترنتية التي نتحدث عنها يجب أن تكون عنها نتكلم، وفيها يجب أن تكون العناصر الرئيسية فيها هي الشفافية وإتاحة الوصول للناس بشكل عام إلى المعلومات وللمنظمات التي سوف تقوم بمحاسبة مثل هذه المنصات الرقمية على الأخطاء وعن المخاطرة التي قد تحصل هناك فيما يخص بيانات الخصوصية أو استعمال اللوغاريتميات التي ممكن لها فقط أن تزيد من دخل مثل هذه المنصات، ولكن يجب أن تثبت هذه المنصات بأنها منصات مسؤولة توفر خدمات جيدة وذات مصداقية للسكان. إذن هذا المرسوم التشريعي الخاص بالفضاء الرقمي يضع هدفا له هو تنظيم هذا الفضاء بشكل فعلي. إن المنصات الرقمية توفر خدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة، ونحن نود أن تكون هذه الشركات لها وصول ويمكنهم الاستفادة من خدمتها من خدمة هذه المنصات. وكما أن هذه المنصات عليها أن تروج التنوع والعدل والابتكار، وأن الديمقراطية أيضا سوف تنمو بقدرتنا على استخدام هذه الابتكارات الجديدة والتنوع الذي يخص الناس. أود أيضا أن أقول أن هذا المرسوم الذي يخص الذكاء الاصطناعي يجب علينا أن نعتبر هذا نعمة على البشرية، ويمكن الاستفادة من هذا الذكاء الاصطناعي الذي يمكن أن تحت سيطرة معينة يخدمنا بشكل كبير. نود أيضا أن تكون هناك تحليل نظام المخاطر في استخدام هذه الذكاء الاصطناعي. كل هذه الأمور التي تحدثت عنها بشكل كرؤوس أقلام هي أن جهودنا أيضا تتركز على الابتكار في مجال الإنترنت بشكل عام عن النصوص التي توضع في هذه وفي الأجيال الجديدة. وأنا أشكركم على دعوتي لهذا المحور وشكرا على إصغائكم. شكرا جزيلا. أعرف أن هناك مسؤوليات أخرى لديك، ونطلب منك البقاء معنا قدر الإمكان. الآن أقدم السيد ثيوتونغ دو، وهو الرئيس منظمة الزراعة العالمية، وهو سيتحدث لكم. شكرا جزيلا.
أعتذر عن غياب السيد المدير وأنا أحل محله وأقوم مكانه. ماكسيمو توريرو كبير الأخصائيين للشؤون الاقتصادية في فاو. نشكر السيد. إن التكنولوجيات الحديثة لها تأثير كبير على مجتمعاتنا وكيفية حياتنا، وهي تغير وتعدل من أشكال السوق، وخاصة تلك التي تمر بجائحة كوفيد-19. نرى بأننا نواجه أوجه النبذ الرقمي، وتقدر المفوضية الأوروبية بأننا نحتاج إلى 428 مليار وحتى بليونين من اليورو وحتى 2030، ويجب أن نتعاون معا للاستفادة من هذه التكنولوجيات الرقمية ونعمل القفزة النوعية، وهذا ما تنص عليه أيضا مواد قمة الأمم المتحدة القادمة، وهذا يتطلب تشكيلا مناسبا للسياسات الوطنية وزيادة عدد الاستثمارات. علينا إنشاء منصات جديدة تستفيد من الحلول المختلفة و القيام بالمبادرات المختلفة لضمان التنمية المستدامة. نحن في الفاو ما زلنا نبحث عن حلول مبتكرة والتكنولوجيات وغيرها من الجوانب التي تسرع عملية الرقمنة، وخاصة في مجال الزراعة، وهذا يتطلق كله بإمكانيات ضخمة في السوق. نريد أن يكون المزارعين أكثر إشراكاً بالتكنولوجيات الجديدة. لا ننسى أن المقدرات هي جبارة وضخمة، وهناك إمكانيات تخص معلومة حول تغيير المناخ وتوسيع الشبكات والاستفادة من البلوك تشين. هذا كله يزيد من إمكانياتنا في زيادة الأمن الغذائي، ونحتاج إلى آليات محكمة لاحتياجات المستهلكين. حاليا نعمل على مبادرة 1000 قرية من شأنها الترويج للتحول الرقمي في المدن والقرى الصغيرة في كافة أنحاء العالم، من أجل تمكين المزارعين من الاستفادة من التكنولوجيات الرقمية. مشروع آخر يخص انخراط الفاو في تنمية المناطق الصغيرة في العالم التي تحتاج إلى عناية خاصة. هناك أيضا مبادرات لها جانب اجتماعي من شأنها تحسين الوصول إلى المعلومة والاتصال. في 2020 أطلقت فاو منصة رقمية خاصة خدمية تمكن من إنشاء خرائط تفاعلية وتشخيص إمكانيات جديدة لإدراج حلول مبتكرة. ومن شأن هذه المنصة إنشاء خرائط القدرات الزراعية والتجديد على وضع السياسات، وتمكن من الحوار الذي من شأنه تحسين وضع وحالة المزارعين. ونحن في منظماتنا نتعاون مع مختلف الأطراف سعيا نحو زراعة شمولية وأكثر مقاومة وتضمن الحياة الكريمة للجميع. التكنولوجيات تسمح لنا لردم هذه الهوة وتحسين الوضع وإتاحة التكنولوجيا للجميع. شكرا للسيد توريرو على صوتك وهذه الملحوظات الأولية. أنا سأقدم اسمي أرتورو دو كورينغو. أنا صحفي مؤلف كتب وكتب جامعية. أنا من إيطاليا. سوف أقوم بفرز المعلومات التي يضعها بعض السادة. معنا عبد العزيز داليا الذي
لم يكن يستطيع الاتصال معنا، والآن هو معنا وزير في موريتانيا لشؤون إذا كنت معنا تفضل. شكرا على إمكانية أن أتحدث إليكم في هذا المحور الهام. أود أن أذكر بأن في عام 2030 هو عام هام جدا بالنسبة لبرامج الأمم المتحدة من أجل النمو المستدام والمجتمع الشمولي المعتمد على هذا النمو المستدام. هذا يضع الإنسان في مركز اهتماماته، وبهذا الشكل تكون هذه الأهداف المستدامة للنمو كقضية التنوع وقضية الأمور التي تتعلق بالوسط والبيئة هي أمور مهمة، والوصول إلى خدمات الصحية وما إلى ذلك. يجب أيضا علينا حماية حقوق كل إنسان، وهنا في بلدي في موريتانيا بالرغم من وجود فقر لبعض الثروات، ولكن سلطاتنا تقوم بمحاولة التعويض لتأمين الخدمات الرقمية والنوعية الجيدة وكذلك الشفافية. لذلك نحن وحكومتنا قمنا بعملية رقمنة، حيث أوجدنا إطارات قانونية لاستخدام التقنيات الرقمية، وكما قمنا بتحديد الأهداف الرئيسية من أجل الاستفادة من البيانات، وكم هي مهمة إمكانية أن يقوم الناس بالمشاركة في هذه. في عام 2017 قمنا بإنشاء مرسوم تشريعي لحماية الحقوق والبيانات الخاصة وعملية الوصول إليها ضمن، يقوم هذا القانون بحماية البيانات والخصوصية الذي يمكن. هذا القانون يؤمن ويحمي الحقوق الأساسية للمواطنين. قمنا أيضا بناء على هذا القانون بإنشاء جهاز لحماية البيانات الشخصية، وقمنا أيضا بإنشاء قانون جديد من أجل الصفقات والخدمات الرقمية. وهنا كان الحديث عن خدمات مختلفة مثل هوستينج في عملية النشر في مواقع التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك. أي هنا بدأنا. شكرا. إذن فلنصل إلى النتائج. هذا بالنسبة لي شيء مهم، وأود فقط أن أحدد أننا لا نستطيع إلا أن تكون الدول النامية يجب أن تتدخل بشكل شمولي في هذه المنطقة. شكرا للسيد عبد العزيز. ولدينا الآن ضيف خاص، السيدة نايدة مالا مجيد، وهي ضيف خاص لأنها هي ممثلة للسكرتير العام للأمم المتحدة من ناحية ممارسة العنف ضد الأطفال، وهذه قضية مهمة لنا جدا. أعطيها الصوت. أود أن أشير إلى بعض النقاط الهامة. في 2008 كنت مقررا خاصا، عملت تقريرا في الاتجار بالبشر، وأود أن أقول أن
المنصات الرقمية قد تكون مفيدة لخلق فضاء شمولي وآمن للأطفال، ولا نقصد فقط أن نضع حقوق الإنسان في المركز، ولكن أيضا حقوق الإنسان وأنه من أهمية بمكان لنا، ونأخذ بعين الاعتبار هذا الجانب المفتاح للوصول وحرية التعبير وحماية الخصوصية. إذا أردنا أن يكون الوصول للإنترنت شمولياً، فيجب مكافحة النبذ الرقمي أو الإقصاء الرقمي، وهو يخص ثلثي من أطفال العالم في السن المدرسي. فيما يخص حرية التعبير، فنعم، أنا أظن أن الكثير من الأطفال لديهم الوصول إلى حرية الآراء عبر هذه المنصات الرقمية. يجب أن نوفر ونتأكد من ذلك أن الأطفال لديهم الحرية التامة في التعبير، وأقصد ذلك على هامش اعتقالات الأطفال والشباب وتجريدهم من الحقوق الأساسية. الوثيقة الثانية هي أو المسألة الثانية هي الخصوصية وخصوصية البيانات. رغم العديد من التدابير القانونية والإجراءات التي تم إدراجها، فلا يزال درجة الحماية غير كافية. وفيما يخص الحماية والسلامة، فهناك عنف في الفضاء الإنترنتي، فيجب نحمي الأطفال من العنف والتحرش الجنسي في الإنترنت. ونعرف ذلك بموجب التقرير المصدر مؤخرا أنه نشهد زيادة ملحوظة في حالات سوء استخدام الأطفال أونلاين، و77% بهذه النسبة زادت أعداد المحتويات الإنترنتية والجنسية فيما يخص الأطفال. 54% من الأطفال كانت عرضة للمحتويات الضارة. ورغم هذه الأرقام المقلقة والتغيرات المرعبة، فلم نتخذ حتى الآن تدابير وخطوات تمنع هذه الظواهر. ورغم الشراكات المبرمة والتحالفات، ورغم التدابير المدرجة من أجل التشخيص وتعريف هوية المتواجدين على الإنترنت، فلا زالت هناك تحديات كبيرة متعلقة بالستريمينج أونلاين. وفي هذا الإطار، هناك صور للأطفال تظهر بالشبكة يتم استغلالها تجارياً. أيضاً هناك ما يسمى بالدارك نت، الفضاء الإنترنتي الأسود. الجنات يستغلون الدارك نت في سعيهم للوصول إلى الأطفال. هناك شكل من أشكال مختلفة تتعلق بالأطفال، وهناك خطاب الكراهية والسايبر بولينج والأخبار المدللة، وأيضا تجنيد الأطفال. شكرا للسيدة النائبة للمجيد. After the other panelists, maybe please just simple thing to something that we can do together to stop this inhuman مقترحات على نشاطات ولو كانت بسيطة، ما يمكن كيفية أو تمكننا من تقديم ردة أطفال. السيد توفيق الجلاسي، مساعد المدير العام للاتصالات والمعلومات في اليونسكو، لك الصوت للدقيقتان. نعرف أن المنصات الرقمية لها جهة ظلامية، أنها تقوم بتوزيع العنف التمييز، وهذا ما نسميه الجائحة المعلوماتية الإنفوديميا، وهذه أشياء تجعلنا
يجب أن نفعل أنه أول ما يمكن لا نستطيع السماح بذلك، أي لأن هذا سوف يزيد عملية التضليل والأمور، وفي بعض الدول تقوم بإقامة قوانين تضبط هذا الشيء، وهناك أيضا مخاطر بأن يمكن أن يقضي على حرية العمل في هذا. إذا السؤال طر، هل هناك إمكانية ثالثة؟ نعم، يمكن هناك توجد مثل هذه الحالة، أي أن نحاول أن تكون العمل شفاف وواضح، أن الشركات التي تعمل في هذا المجال الرقمي أن تكون بشكل شفاف، تتحدث عن كل الأفعال التي تقوم بها وما هي نتائج هذه الأفعال التي تتصرف بها في الشبكة. اليوم نحن وبشكل أوسع نستخدم الذكاء الاصطناعي، وهو نوع جديد. في الشهر القادم وسوف عن طريق اليونسكو هناك 315 دولة قبلت استخدام الذكاء الاصطناعي، وهذا هو وثيقة تنظيمية لها صيغة انعطافية في حياة الدول في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي. يجب علينا أن نستخدم القدرات، وهنا سوف نعتمد على زيادة مهارات العاملين في مجال القانون والعدل. نحن قمنا بتأهيل 20,000 شخص من المجال العدلي في مجال المقاييس العالمية لحرية العمل والعمل الصحفي ونزاهة هذا الاستخدام، وقمنا إجراء دورة لتأثير الذكاء الاصطناعي على ذلك. هذا سيسمح لنا أن نضع هذه القضية بشكل أقرب ونخفف من المجازفة باستخدام هذه المنصات الرقمية. نستطيع أن تكون الحالة أمن مما هي عليه إذا حددنا هذه وجعلناها أقل هذه الظواهر السلبية في المجال والفضاء الرقمي. شكرا، وأعطي الصوت لمتحدث قادم السيد جوش كالمر رئيس السياسة العامة العالمية في شركة زوم. ولديك دقيقتان. شكرا، أنا سعيد أن أكون مع حضراتكم اليوم. أمثل شركة تكنولوجية وقد أكون الوحيد. هذا لدينا الشركات التكنولوجية لدينا مسؤولية خاصة ونريد المساهمة في هذا النقاش. هناك ثلاثة عناصر أو عوامل رئيسية يجب ذكرها ضمانا لتعاوننا الفعال. فيجب نحسن الشمولية والفعالية وأيضا نزيد من عدد الحلول الهامة للتحديات. العامل الأول هو المصداقية والموثوقية. يجب أن تكون هناك تدابير وكفاءات مناسبة ترفع أو تكسب المصداقية والموثوقية لدى الرأي العام. فهذا يعني بأننا يجب أن نزود المستخدمين لمنصاتنا بأدوات مناسبة ونضمنها لهم ضمانا لحقوقهم أثناء الاستخدام لهذه المنصات التكنولوجية التي نقدمها. العامل الثاني هي الشفافية. على الشركات التكنولوجية أن تتحكم بما تقوم بها وكيف
تعالج المحتويات التي قد تكون مخالفة للقانون أو الضارة، فيجب أن نتوخى الحذر وجدية في هذه المقاربة، ويجب وضع معايير محددة لهذه الشفافية، وأيضا آليات وضع التقارير في هذا الشأن. لا يوجد شركتان متطابقتان، شركة زوم غير شيء مختلف تماما عن مواقع التواصل الاجتماعي. كل شركة هي مسؤولة عن طريقة إدراجها لهذه التكنولوجيات كي تكون وأن يتم ذلك بطريقة آمنة وسلسة، ضمانا لخصوصية وسلامة كل شخص مندرج في هذه الظاهرة. شكرا. شكرا للسيد كالمر الذي كان ضيفنا. هنا شيء يحصل على خشبة المسرح. أود أن أطلب من لكي نرى جميعا هذين العلمين الذين يحملهما شباب يريدون أن يكون صوتهم مسموع في العالم. أرجو للكاميرات أن تري هؤلاء ماذا تريدون أن تعرفون عليه. نحن هنا لكي نعبر عن أننا لا نشعر بحرية، لا نشعر أن الشركات الكبرى هي التي تحدد حريتنا وراحتنا، والراحة والحرية هي قانون. نحن من نستخدم الإنترنت لا نشعر بأننا أحرار ولا نشعر بأننا نعمل بحرية. نتكلم عن ملايين من الناس تعمل في هذا الاقتصاد الرقمي، وأن حقوقهم هي مقيدة، بيننا هناك مجموعات مختلفة تمثل وممثلة في الاتحاد الأوروبي، وليس هناك قانون مماثل حول حماية العاملين في المجال الرقمي. لذلك نتمنى ونطالب بأن تسمعوا إلى صوتنا في كل أنحاء العالم. وشكرا. سنري شعاركما على المسرح، ونتمنى من الكاميرات أن تقوم بتصوير هذين العلمين، وأن يرانا الجميع. وأنا أستطيع أن أكون أنا كاسبر. أريد أن أحدد أننا من المطلوب هو تحرير الدعايات في الإنترنت، وهذه مشكلة مهمة جدا. يجب على كثير من الشركات أن تأخذ البيانات من المستخدمين، وهذه أمور ليست مع قانونية. أن أغلب هؤلاء يجب على المستخدم أن يتفق. يجب علينا أن نوجد قوانين تقوم بإصلاح مثل هذه الإعلانات. هذه مشكلة كبيرة، لأن مثل هذه الصيغ سوف تقوم باستقطاب وتحديد الإنترنت. فإذا يجب أن يستفيد منه المستخدمون وليس الشركات الكبرى. لذلك ندعو الجميع المتواجدين في هذه الصالة، هناك ممثلون لهذه الشركات الكبيرة، ساعدونا واعتمدوا علينا. شكرا على هذا الصوت المشوق في هذا الحوار. عفوا على هذه الاستراحة القصيرة، ولكن أعتقد أنه
من الضرورة أن يتم الاستماع للشباب في هذا المجال. والآن أيها السادة سنستمع إلى صوت آخر. السيدة ويندي خوي شوان كوم. السيدة ويندي خوي كوان تشون باحثة جامعية ورئيسة قسم الأبحاث في جامعة سايمون فريزر بالكندا. شكرا جزيلا على أنك سيد مشرف على النقاش سمحت للأشخاص من الجمهور أن يأخذ الصوت. أنا أريد أن أدعم المجموعات التي كانت معزولة، لأن بفضل انخراط وإشراك هذه المجموعات نستطيع أن نفهم كيفية الاستفادة من الحلول التكنولوجية في زيادة مستوى الإنصاف في المجال الرقمي والفضاء الرقمي. وخير دليل كلاسيكي على ذلك هو التكييف الكونتنت أو المحتوى، وهذا تم إدراج هذه التكنولوجيا، لأن في الكثير من الأحيان كان الشباب والأوساط الناشئة عرضة لاعتداءات، وقد تتكون هذه المجموعة من الأشخاص السمر البشرة الذين وقعوا ضحايا لخطاب الكراهية العنصري، أو المواطنين الذين يعالجون مشكلة العنصرية يتم إبعادهم عن مثل هذه المناقشة. ومن المجموعات الأولى التي وقعت ضحية لمثل هذه المناقشات هم ممثلو عن الأوساط المثليين LGBTQ، لأن مشرفو النقاش على الإنترنت قاموا بإبعاد هؤلاء الأشخاص واستغلوا الأدوات لإبعاد هذه الأصوات. فنحن نريد الترويج للتساوي والمساومة الأكبر ومكافحة العنصرية في الإنترنت والإبعاد الاجتماعي. نريد الترويج لكافة أوساط المكونة والداخلة في المجتمع المدني، وعطفا لذلك نريد أن تكون الطبقات المتنوعة من المواطنين منخرطين في هذا النقاش، وهذا ما يحدث بالفعل في كندا. أي يجب أن نعمل على توصيات جديدة يتم نشرها في يناير كانون الثاني، ويجب أن نقوم بأبحاثنا بشكل تفصيلي ولا نعتمد فقط على المقررين، ولأنهم لن يقوموا بهذا العمل بدلا منا. القوانين أيضا يجب أن توفر الوصول السهل للأبحاث في هذا الصدد. الشفافية هي مهمة ولكنها ليست كافية وقائمة بذاتها. الباحثين يجب أن يكون لديهم الوصول إلى مضمون المؤسسات والشركات الخاصة، وأكثر من ذلك يجب أن نضمن الوصول الديمقراطي شاملا لكافة أوساط الباحثين حول العالم. شكرا جزيلا ويندي هوي كيونغ تشون. وأنا أشاطر معظم ما تفضلت به، أما الآن فأرجو السيدة ناية داد عضو مجلس الإدارة لفيسبوك. سيدة داد تفضلي. لديك دقيقة. شكرا على الدعوة للحديث في هذه الجلسة كناشطة من جنوب العالم. أنا أشاطر أشارك شروككم، أشكرك بأنك أعطيت الصوت للشباب الذين ظهروا في المسرح قبل لحظات. أريد الحديث حول ما نقوم به نحن وكيف نساهم مساهمتنا في خلق مجتمع أكثر شمولية. أنا سعيدة بأنني جزء
من هذا الحديث معكم بهذا الوسط المحترم. وأنا أمثل مجموعة من أشخاص من كافة أنحاء العالم، نتحدث 29 لغة مختلفة، وخلفياتنا من المهنية مختلفة تماما، كذلك الخلفية الثقافية والدينية والسياسية. نؤمن بحرية التعبير إيمانا راسخا، وهذه منصتنا ننطلق منها. وكيف يمكن حرية التعبير لزيادة الاحترام لكرامة الإنسانية، وكيف تنطبق على مستخدم الإنترنت؟ في هذا النموذج نحاول ضمان حرية التعبير لجميع مستخدمي الإنترنت، ونريد أن تكون وفي كل دولة أن تسود هناك نفس التدابير والقوانين في هذا الصدد، لأن في بعض هذه الدول هذه الحقوق محدودة وبشكل حاد. يجب ملاحظة أن الإشراف على محتويات الإنترنت هي ظاهرة عالية، ويجب أن نغير الوضع حيث يتم الوضع في المركز القيم أو الرؤية إلى مشاكل العالم من وجهة نظر الأوروبية أو الأمريكية فقط. ولا يمكن أن تهيمن دولة واحدة على العالم، ولكن بالفعل مجموعة يدخل فيها ممثلون كافة حالة. فنريد أن نعمل كل ذلك معا، دعما وتقوية وتعزيزا لمستخدم الإنترنت. ولا نتحدث عنهم ولكن باسمهم تمام. الآن أود أن أقدم لكم من آخر لحظة، هل يريد أحد الكلام؟ إذن أشكركم جدا. بقي لنا حوالي 15 دقيقة، لذلك أريد لو أنكم أخذت الصوت مرة ثانية وقلتم بشكل واضح عن أفعال قمتم بها لحماية الأطفال في الإنترنت، لحماية البيانات الشخصية، لحماية حرية التعبير. لأنني دائما أذكر كلمات فرانسيس أولغن الذي قال قبل أمام الكونغرس الأمريكي، عندما قال بما يخص الموديل الشبكات العامة والتي ليست مندرجة في عمليات حرية التعبير. أريد أن أسمع منكم أكثر، فلتتكلم السيدة نجاة ملا مجيد. أعتقد أن بشكل عام نحن باستطاعتنا أن نرغب صناع القوانين في العالم لوضع قوانين أكثر فعالية. أود أن أقول ماذا نفعل نحن في بمراقبتنا للفيسبوك مثلا. حتى الآن قمنا بدراسة مشاكل معينة، قمنا باتخاذ 17 قرارا ونشر حوالي 74 تصوية بمجال حرية التعبير وحقوق الإنسان على الفيسبوك، وأعتقد أننا نسير في طريق سليم، خاصة وأن الفيسبوك قبل أكثر التوصيات التي تقدمنا بها. إذا كنتم تظنون أننا سوف نحسن الفيسبوك بشكل عام فأنتم مخطئون، لدينا دور هام للعبه، ولكن يجب أن نقوم
التعاون مع شركات، نريد أن تكون هذه الشركات أكثر شفافية مما هي عليه الآن، وقمنا بعدة تجارب ونقول أن هذه الآليات التنظيمية هي ناجحة. شكرا. كانت السيدة نجاة مجد. أنا حذفت حسابي من الفيسبوك ولا أستخدم الواتساب، ولكن الآن أقوم بتجارب على الإنستغرام، وبالرغم من ذلك الناس يستمعون أن الاستخدام من وسائل التواصل الاجتماعي العامي لا يساعد في الوصول إلى صيغة إيجابية للشباب. الآن إلى السيدة هيو شون، أقول أنه علينا أن نقوم معا باستخدام بالوصول إلى حقائق الاستخدام وناقد الاستخدام إلى ما هو غير فاعل، مثلا إشاعة التضليل في نحن نعرف أن نشر الحقائق هي مهمة، ولكن الناس غالبا يتقبلون المعلومات التي يصلون إليها لأنها جذابة، ولكن علينا أن نقوم بشكل ناقد لاستخدام هذا الأساليب وكيف نبني ثقة متبادلة بين المستقبل والمنصات الرقمية. علينا أن نكون أيضا ناقدون بناؤون للحلول التي تم إدراجها، وأن نبحث عن تلك التي لا قيمة لها فيها والتي هي غير مؤثرة مما سيوقف التضليل الإعلامي في الشبكات. شكرا على هذا التعليق. قبل أن نصل للسيد جرافي وجورج كالمر، سوف أود أن يقوم بنشر هذا الفيلم الفيديو الذي هي من نشر السيدة ميشيل دوبيلا. أعزائي، هذا بالنسبة لي فخر أن أشارك في محوركم على كافة أنحاء القارة، وفي القارات الأخرى تقوم ناس باستخدام المنصات الرقمية من أجل البحث عن عمل أو الحصول على معلومات تتعلق بالصحة أو التسلية. هذه المنصات هي مهمة في الفضاء الرقمي الذي يتطور وهو مجال مفتوح. هناك أمامنا قرارات هامة، أبدأ من أهمها من أهمها. أولا، ضمن نصف المستخدمين في العالم، حوالي نصف المستخدمين تعيش خارج إطار الشبكة، خاصة أولئك الذين يعيشون في الأرياف. ما زال لدينا مشاكل في إتاحة الإنترنت، هناك مشاكل كبيرة مثل الفقر، مثل العنف. غالبا ما أن هناك محاولات لقطع الإنترنت عندما لا يتم احترام حقوق الإنسان، وتلك المجتمعات ليس لديها وصول إلى الأخبار الحقيقية. إذن يجب أن نتذكر أن المنصات الرقمية أمامها دور كبير لتلعبه، أن هذه الدعاية الإرهابية التي تقوم بتشجيع الكراهية والتضليل، كل ذلك يتم نشره وإشاعته على المنصات الرقمية، في حين أن المنصات الرقمية يجب أن تساعد على التطور الاقتصادي، ولكن بنفس الوقت أيضا تكون منصات لسوق العمل، وهناك فراغ يمكن السيطرة عليه صعب، خاصة إذا كان الأمر يخص حقوق الإنسان. إذن علينا معا أن
نهتم بهذه حملات التضليل التي يكون ساحتها الإنترنت، لأن الإنترنت هو خزينة للمعلومات للأجهزة، أجهزة الدولة، ولكن يجب أن نتم المراقبة عليه. أحياناً من الصعب أو من غير الممكن على مستخدمي الإنترنت أن يكون كيف هي القرارات التي تتعلق بالنصوص المنشورة أونلاين. إذا نحن نتكلم الآن عن القوانين التي تنظم هذا الفضاء. هناك كثير منها ما يتعلق ويهدد حقوق الإنسان، لأن النص الذي أو المحتوى الذي لا يحترم حقوق الإنسان، عملية تصنيفه وتأطيره ضمن مصطلح معين هي عريضة تماما وواسعة. لذلك لابد أن نتحدث عن هذه الأشياء. يجب أن تكون هذا الفضاء الرقمي متنوع ومتاح للجميع، ويكون النمو المستدام فيه الذي يضع هدفا أمامه هو حقوق الإنسان، يجب أن يكون هو الهدف الرئيسي. أعزائي، إن المنصات الرقمية التي تنمو تلعب دورا هاما في بناء العالم الرقمي الجديد، ولذلك يجب أن نمكن حرية الرأي في كل أنحاء العالم من خلال هذه. هنا سنفعل كل ما في وسعنا لأن نوقف كل أعمال التمييز، أعمال العنف أو الملاحقة. يجب أن تكون الشفافية هي شعارنا في عملية اتخاذ القرار، ولذلك يجب أن يكون ذلك عملية ذات مراحل عديدة. Who is the United Nations High Commissioner for Human Rights. So we are very close to her in her job. Now I want to see the video message by Miss Simonetta Sommaruga. Please. Excellencies, ladies and gentlemen, digital platforms can be beneficial in many ways. They facilitate the finding of information and allow us to actively participate in public debates. They have increased diversity in opinions. As such, they contribute to freedom of expression. At the same time, digital platforms can have negative impacts when it comes to hate speech. لها أيضا تأثير سلبي من حيث الترويج لخطاب الكراهية وتوسيع العنف أو نشر العنف. الألغوريتمات هي أكثر وأكثر تقرر ما نقرأه أو يتم عرضه علينا وما نتصل فيه. يجب أن لا ننسى الأثار الطويلة الأمد على المجتمعات الديمقراطية، لأن الشباب والناشئين يمتصون المعلومات كثيرا من المنصات الرقمية فقط، فنحتاج إلى التعددية في وسائل الإعلام ووسائل إعلام مستقلة وقوية، لأن بدونها لا نستطيع أن نتحدث عن النقاش العام. المنصات الرقمية يجب أن تساهم في التواصل، ويجب أن تعمل بشفافية بطريقة تضمن أن القرار المتخذ منها تكون متسقة بالمعايير المحددة من قبل الوسط الرقمي أو المجتمع الرقمي. لا ننسى أن الرقمنة لها تأثير ليس فقط على الفضاء العام، ولكن هي تخص كل قطاعات الحياة مثل الرعاية الصحية والنقل والتعليم والطاقة. يجب أن نوفر التحكم التام للمجتمع لما يقرؤونه. في سويسرا نحن ومنذ فترة طويلة نراقب هذه الظواهر، وغدا سوف نتحدث عن ذلك في مؤتمرنا. لا ننسى أن الإنترنت ليس
وليس فضاء وضع فوق القانون، لكن يجب أن يكون وسطا ماليا بالمصداقية والأمن والسلامة، لأن يجب أن يكون لكل المرء في العالم إمكانية الاستفادة من خيرات الإنترنت. الاي جي اف هي عبارة عن منصة تبادل الآراء ما بين مختلف أصحاب المصلحة، ومنها المنصات الرقمية. أشكر الحكومة البولندية على تنظيم هذه القمة في عام 2020. كذلك أشكر وبشكل خاص للأمين العام للأمم المتحدة على أنه قرر في إنشاء هيئة نقاشية لرؤساء الاي جي اف، وبفضلها سوف يكون من الممكن للاي جي اف أن يعمل بشكل أوسع وأن ينشر توصياته في كافة المجتمعات وتساهم مساهماتها في هذا الفضاء الرقمي ويساهم في إدراج الشراكة الرقمية العالمية. دولة سويسرا سوف تواصل دعمها لمنتدى حوكمة الإنترنت. شكرا على ذلك. السيد جوش كالمر رئيس السياسات العامة في زوم، هل تضيف شيئا؟ نعم، إنه من الأهمية بمكان أن تنخرط الشركات فيما يحدث وأن تكون منفتحة على إعادة محتملة لسياستها وأن تساهم في وضع حلولها، لأن نحن نحتاج إلى هذه الحلول. نحن نتعاون مع المجتمع الدولي ونحاول حماية القيم الهامة، ونريد الإتقان والانتصاف، ونريد أن نتعاون مع كل أصحاب المصلحة. شكرا. واحفظوا على بياناتنا بسلامة مستقبلا. سيد مارينيتو 30 ثانية لك، أنا لا أراك في الشاشة. السيد توريرو، لا أريد إضافة شيء، ولكن أعود وأقول أنه بالأهمية ما كان الإشراك الاجتماعي والمساءلة والشفافية والإشراك الاجتماعي وحماية الخصوصية. نحن نريد التبادل والتقاسم بالآخرين بما توصلنا إليه من خبرات. شكرا. مثلكم نحن أيضا نكافح الأخبار المضللة والأخبار المفبركة. أتمنى أننا مستقبلا نعود إلى تكنولوجيا بروك تشين والعملات الكريبتو الخفية وكيفية تأثيرها على المزارعين. سيد توفيق الجلاسي، لقد سبق قولي الشفافية، وهذا ما تكرر في حديث الآخرين. منذ أشهر يونسكو نشرت تقريرا هاما يخص 26 مؤشرا من شأنها تحسين الشفافية، وخاصة في مجال عمل الشركات في الإنترنت. وبفضل هذه المؤشرات نستطيع ضمان خير عمل هذا القطاع، وأرغبكم على الاطلاع والتعرف على هذه المؤشرات. يونسكو وخلال منتدى حوكمة الإنترنت هي المسؤولة عن تنظيم 9 جلسات مواضيعية التي سنفصل نقاشنا فيها. شكرا على صوتكم، شكرا على أنكم كنتم معنا، ومساء الخير ممتع وليلة ممتعة، وأسلم على كل مشارك في الـ IGF 21.